عشي وطى الحدايق وريد والله كوب الحشي وطى الحدايق وريد رهيب هذا الوطن والنار صارت فريد. اليوم في كربلاء نحضر من أجل توزيع المنحة العقارية لعوائل شهداء الحشد الشعبي في كربلاء والنجف أكثر من 170 عائلة، وبالتالي مؤسسة الشهداء مستمرة في توزيع هذه المنح لعوائل الشهداء، ووزعت في بعض المحافظات أيضا المنحة العقارية. المنحة العقارية لدينا في مؤسسة الشهداء مرتبطة بقطعة الأرض، وبالتالي هناك شحة في توزيع قطع الأراضي. بعض المحافظات بصراحة يعني توزيعها جيد، ولكن كثير من المحافظات متلكئة في توزيع قطع الأراضي، وخصوصا في بغداد وكركوك وديالة، وفي بعض المناطق لم توزع أراضي، وبالتالي حرم عوائل الشهداء من المنحة العقارية. في أرض كربلاء، أرض الإمام الحسين، أرض الشهادة، اليوم مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع العتبة الحسينية ومع السيد محافظ كربلاء وكذلك مع هيئة الحشد الشعبي نقوم بتوزيع المنحة العقارية البالغة 30 مليونا على عوائل الشهداء، وبحضور السيد رئيس مؤسسة الشهداء الأستاذ عبد الإله النائلي وحضور أكثر من 170 عائلة من محافظتي النجف وكربلاء المقدسة. شهداء الحشد الشعبي هم عزة ورفعة هذا البلد، فكلما نقدم لهم فهو قليل بحقهم. اليوم بحضور عوائل الشهداء وبحضور المسؤولين في الدولة العراقية ومؤسسة الشهداء وهيئة الحشد الشعبي، هو بالحقيقة هذا تعظيم لذوي الشهداء، وخصوصا ونحن نعلم هؤلاء الشهداء شهداء الحشد الشعبي هم امتداد لشهداء جرائم حزب البعث الذين قارعوا البعث الكافر. طبعا اليوم مؤسسة الشهداء الأخ رئيس المؤسسة حضر في كربلاء لتوزيع المنحة العقارية لذوي الشهداء. احنا في كربلاء المقدسة وزعنا بالفترة السابقة خلال هذا العام الماضي العامين الماضيين ما يقارب 2400 قطعة أرض سكنية، الآن راح بالفترة القادمة راح نوزع كذلك ما يقارب 1400 قطعة أرض سكنية لذوي الشهداء والجرحى القوات الأمنية والحشد الشعبي. طبعا لكلهم هم الجيش والشرطة وهيئة الحشد الشعبي يشتركون كلهم ضمن مؤسسة الشهداء، وكلهم لهم استحقاق علينا. رعاية ذوي الشهداء مهمة جدا، إعطائهم استحقاقهم وحقوقهم مهمة جدا. محافظة كربلاء ملتزمة بتطبيق ما ورد ضمن مؤسسة الشهداء من نقاط على دوائر حكومية عديدة أن تراعي ذوي الشهداء وتسهل أمورهم في شتى الميادين. إن شاء الله احنا نتعاون مع المؤسسة في شتى المجالات بإذن الله.